قسم تقنيات الأشعة والسونار قسم تابع لكلية التقنيات الصحية والطبية لدعم المجتمع بأخصائي تقني في التصوير الإشعاعي والعمل على الأجهزة السينية والسونار. أسس عام 2022، مدة الدراسة في 4 سنوات وباللغة الإنجليزية. يستطيع المتخرج العمل في القطاع الصحي الحكومي والأهلي وإكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.